في الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء نقرأ في صحيفة الأهرام المصرية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن بالتزامن مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة منذ يوم الجمعة الماضي غارات جوية على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل. وقالت الصحيفة إن هذه الغارات استهدفت موقعا أمنيا في مدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تصديها لطائرات إسرائيلية أثناء هجومها على القطاع. وفي موضوع آخر كتبت صحيفة الرياضة السعودية أنه تم تخيط رفيع بين الحرية بمفهومها الغربي والقدس التي تكتسبها الأديان والمعتقدات، مشيرة إلى أنه في أحيان كثيرة يتجاوز البعض في الدول الغربية هذا الخيط ويتجرؤون في سلوك عدواني مجاني على المس بمعتقدات ومقدسات المسلمين وانتهاك مشاعرهم. واعتبرت الصحيفة أن هذا التصرف العنصري البغيض يقدم خدمة جليلة لدعاة الصراع ومنظري الكراهية. وفي الملف اليمني سلطت صحيفة الوطن القطرية الضوء على أداء قيادة المجلس الرئاسي اليمني الجديد أمس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمحافظة عدن جنوب البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.